وأنا بوجه كلمة لأي جيش من الجيش الحر ما بيموت ليخلص عمره الإنسان، وهذا النظام لسه الله بده يزيله ونحن بدنا نزيله بإيدنا مهما كلف الأمر بإذن الله، لو بالبرودة لو بإيدينا بكل شيء بدنا نقيمه إن شاء الله. بده إزالة، فزت الناس كلاتها سلمية ما محن شيء، هن اللي بدوا بالإجرام والقتل وكانوا عايشين معنا وعايشين معهم، ما في تفرقة بنو. هذا اللي بيّن معنا. أنا بوجه كلمة للجيش الحر، أي إنسان لا يخاف، ما بيموت غير بساعته مهما حاول بطياراته بدباباته قد ما جاب قوات وأيدوه هدول هاللي مثل حكايته العملاء من إيران وهذا حزب الشيطان وأمثاله كلاتهم هدول بهي البلد ما له شغل بإذن الله. من صبيت نستسلم أكبر عار علينا مهما كلف الأمر، لو ما بزيد سلاح بين إيدينا لو بالبلطات لو بالكريكات ما بنستسلم ولا بشكل بإذن الله، مستحيل. يا موت يا نصر، وكل واحد بيحكي بالهدنة وبيقول بدنا نصالح بدنا نعرف رقبته مهما كان شأنه، لأنه ما رح نعيش غير بذل على دور النظام مهما كلف الأمر قد ما حاول يغير ويبدل. يعني أخذ فكرة لحنا إسلام سنة بدنا إبادة ولا بيمشي الحال. كل هاي المصالحات اللي بحطوها بالتلفزيون كلها تكذبين ودجالين، هذا اللي بنعرفه لحنا. وبوصي كل جيش الحر من الكبير للصغير من الكبير للصغير ما بيموت غير بيومه الإنسان. بتجي إلي عندي 2 شهداء و2 مصابين و4 بالجيش الحر، أي لهم ما قدر واحد يتراجع عن القتال أنا بأوصله بوسط البيت، أنا بقتله بوسط البيت ما يتراجع، وأنا بعلمهم بالبيت شلون القتال شلون الشغل شلون بصير. وعمري 70 سنة أنا بمعركة مرج السلطان مغتنم باروتين وهديهم للثورة، كنت بالشرطة العسكرية وسط مرج السلطان وقت صار الاقتحام على مرج السلطان، عمري 70 سنة. بقى اللي بيجي الشاب والكبير والصغير كله بده يجاهد في سبيل الله، هذا اللي بنعرفه.